السلام عليكم. إن شاء الله راح نبلش شرح مادة الفاينل في الستركتشرال دايناميك. مادة الفاينل راح نبلش فيها بالشير بيلدينج. طبعا مادة الفاينل كل المواضيع فيها نفس المبدأ، يعني كله راح نطلع فيه بأي سؤال شو ما كان، سواء يعني هسه راح نحكي مادة الفاينل عن الشير بيلدينج، راح نحكي عن البيم، راح نحكي عن التراست، راح نحكي عن الفريم وإلى آخره. كله في شغلات راح نطلعها. هاي أولا. ثانيا، إحنا في المادة عشان ضيق الوقت، يعني لأنه الفاينل قرب، فأنا ما راح أشرح كل المواضيع، راح أشرح البيم، راح أشرح الشير بيلدينج، راح أشرح التراس، وراح أشرح الفري فايبريشن للبيم. يعني الفريم ما راح أشرحه، بس راح أمشي عنه مرور الكرام. هسا بدنا نبلش نحكي بأول موضوع عن الفري فايبريشن للشير بيلدينج، ونحكي كمان عن الفورس فايبريشن وعن البيس موشن والشغلات اللي اخذناها بالسنجل ديجري اوف فريدم، ولكن راح ناخذها لمالتي ديجري اوف فريدم. تمام. اول شغله بدنا نحكي عن الايكويشن اوف موشن. يعني دائما الاسئله بتيجي كيف احسب الايكويشن اوف موشن، اول شغله لمالتي ديجري اوف فريدم. خلينا نعتبر انه عندنا الشكل التالي. هذا فريم في عليه ازاحه U1 اوف تي، يعني والطابق الثاني U2 اوف تي، والطابق الثالث U3 of T، مش U1 هاي U3. تمام، هاي أول شغلة. هسا في عنا assumption احنا ناخذها، يعني هون مكتوب هي بالكتاب. لما نيجي نعمل analysis للشير بيلدينج، أول إشي الماس هي تكون total mass concentrated، يعني الماس هاي الأم بديها concentrated وين؟ على الطابق، يعني concentrated هون concentrated هون، يعني لو كانت distributed بدي أخليها concentrated. ممكن يكون في وزن للكولومز، وزن الكولومز بدي أعمل له توزيع للماس وهكذا. ثاني شغلة انه احنا بدنا نعتبر انه ما في اي روتيشن على مستوى الطابق، يعني ما في روتيشن هون. ليش؟ عشان نقلل مستوى الديجري اوف فريدم. يعني انا هسه لما اقلل الروتيشن، لما اعتبره انه ما في روتيشن، انا بصير عندي ديجري اوف فريدم هي الاتجاه اللي انا قدامي مباشرة. يعني هون 1 2 3 عندي 3 ديجري اوف فريدم اللي هي بتكون عدد الطوارئ. والفرض الاخير بدنا نفرضه انه احنا الترابط بين الماس والكولومز هو انفينيتي ريجيد، يعني بقدر احسب الكي زي ما تعلمنا في مادة المد. هاي تعتبر فيكست كولوم، واي فيكست، فهذا بكون اي اي 12 اي اي على ال تقريب درسناهم بالمد. مثلا افرض هاي كانت بن، فهاي فيكست بن وفيكست بتكون 3 اي اي على التكعيب، يعني السوالف اللي درسناهم في مادة الميد. طيب، فهاي الملاحظات اللي نحكيها. هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل equation of motion. لما نعمل equation of motion عادة بناخذ ايش؟ free body diagram للماس تبعتي، يعني الماس شكلها هيك باخذها هيك، الماس شكلها هيك باخذها هيك. يلا بناخذها، راح ينتج معي الشكل التالي. راح نحكي اول اشي ال response ان احنا فارضين المحور وكأنه لليمين، يعني هاي u1 of t. تمام؟ u1 of t. فبالتالي راح يكون عندي inertial mass زي درس الجنرايزد كوردينيت، الجنرايزد كوردينيت اوف سنجل ديجري اوف فريدم، لو او مبدا دي لامبرت برنسبل، انه ايش عندنا ام 1 لانه الطابق الاول في يو 1 دبل دوت. تمام. في عندي الاف 1 اوف تي اذا كان عندي فورست فايبريشن، احنا هسه مبدئيا راح تكون صفر هون في هذا الشابتر، يعني فاف 1 اوف تي. وراح يكون عندي الكولوم دائما اللي من تحت بيكون الشير لها هكذا، فبالتالي بيكون عندي K1 في U1 K1 في U1. إذا نفس الكولوم خلاص بضرب في اثنين، فلا أنت طلع لكل كولوم لحال، طلع لكل كولوم لحال. وإحنا دائما فوق إحنا عاملين كيف؟ عاملين زي هيك، فبالتالي في عندي كمان كولومز فوق فوق السلاب، فوق السلاب هيهم الكولومز بيعملوا لي شير زي هيك. هسا بدنا نميز انه هاي K2 ولكن مش في U2، احنا هون في ازاحة وهون كمان في ازاحة، ناخذ الريلاتيف بينهم الديفرنس، فهاي بتكون U2 ناقص U1. يعني دائما اذا كانت الماس مربوطة بين طابقين، او يعني الكولوم مربوط بين طابقين وتحت في U1 مثلا وتحت U2، راح يكون عندي الفورس بالكولوم اللي كي في يو في الفرق بينهم. يعني هون هذا الكولوم، كولوم 3 كولوم 3 راح يكون في عندي ايش؟ U3 ناقص U2. يعني لو كان في عندي شكل مثلا هيك،
هذا ماس مربوطة في كولوم من هون، كولوم في النون، ولكن عندي ماس ثاني أكبر منها، جاي هيك هيك جاي، هيك الشكل جاي مثلا، وعاد يوم في كولوم يعني مربوط. فإحنا يعني فرضا في شكل زي هيك، فإحنا شو بنعمل لما نيجي ندرس الماس هاي؟ بنحكي كالتالي، أنا عندي هون كولوم، وهون عندي من برا كولوم، وفي عندي تو كولوم من جوا، لكن احنا الماس مش الماس، الكولوم هذول اللي برا مش مشتركين بالماس الاولى، فبالتالي هذول بيكونوا كي في يو، يو تو اللي هو اللي بخصه، ولكن هذول اللي تحت، هذول اللي بالنص ما لهم، مربوطين مع الطابق اللي تحته، فبالتالي تكون كي في يو تو ناقص يو 1. فبدنا نميز هذا الاشي، بدنا نميز هذا الاشي. فهيك لما نيجي نعمل equation of motion، equation of motion انه احنا نعرف شو اليو اللي بدنا ناخذها، تمام. فهسه شو بنعمل؟ بنعمل مجموع اف اكس تساوي 0 للطابق الاول وللطابق الثاني وللطابق الثالث. يلا بنحكي اف 1 اوف تي بتساوي زائد، او خلص اف 1 اوف تي شو بتساوي؟ هاي زائد هذول ناقص هذول يساوي زيرو، بيطلع معي الشكل التالي. هسا انتو حرين، يا بتحكوا كل واحد كي، يا بتاخذوا كأنها كي واحدة. انا بتذكر مرة حليت على كي واحدة وكانت الامور تمام. طيب فبنعمل مجموع اف اكس تساوي زيرو. هسا ممكن نعمل موديل الو زي هيك، هاي الكي اذا كان فيكس فيكس او اذا بين كولوم حكينا عنهم قبل. فبتطلع المعادلات بالشكل النهائي زي هيك، بتطلع المعادلات بالشكل النهائي زي هيك. هاي المعادلة الأولى m1u 1 دبل دوت زائد k1 في u، بعدين ناقص k2 في u2 ناقص u1 ناقص f1 of t، والطابق الثاني نفس الشيء والطابق الثالث نفس الشيء. هسه راح أرتبهم على شكل ماتريكس فورم. ليش ماتريكس فورم؟ لأنه عندنا أكثر من معادلة، فإحنا بدنا نحل على الماتريكس، أسهل إلنا يعني كحل معادلات. بنقول هاي لهون، بنقول هاي لهون، بنقول هاي لهون. ثانيا بخلي كل U1، كل إشي في U1 لحاله، كل إشي في U1 لحاله. كيف يعني؟ يعني هذول K1 U1 ناقص، يعني بفصل القوس، K2 U2 زائد K2 U1 الناقص دخلت لجوا، فبالتالي K1 طبعا هاي، فبالتالي باخذ عامل مشترك ل U1، فبتكون K1 زائد K2 U1 ناقص K2 U2. هاي المعادلة اللي عندي زائد M1 U1 دبل دوت يساوي F1 of T. بعمل نفس الشيء المعادلة الثانية، باخذ عامل مشترك، هاي U1 راح تكون سالب K2 U1، وعندي هون K2 U2 زائد K3 U2، يعني K3 زائد K2 U2 عامل مشترك يعني، وسالب K3 لحالها، وهكذا المعادلة الثالثة. فبتنتج معي المصفوفة بالشكل التالي، ثلاث معادلات، بالمعادلة الأولى ما فيها M2، بالمعادلة الثانية ما فيها M1، والمعادلة الثالثة ما فيها لا A1 ولا A2 ولا فينش، لا A2 ولا A3 ولا A1 ولا A3. فبالتالي كيف شكل الماس؟ هاي هي شكل الماس، M1 هون ما في M2 وM3، هون ما في M1، هون في M2، ما في M3، ما في one ولا two في M3. فدائما بالشير بيلدينج الماس تكون الدياجونال بس نون زيرو، بيكون نون زيرو دياجونال. اما بخصوص الكي، الكي راح ناخذ اللي مع U1، هيو اللي U1 قلنا K1 وK2، اللي مع U2 سالب K2، والطابق الثالث مش موجود بالاول، وهكذا. وهون لازم الدياجونال يطلع بوزيتيف، اذا ما طلع بوزيتيف برضه في خلل. وهاي اليو، وهاي اليو دبل دوت، وهاي الاف اوف تي. ف اطبق القانون اللي هو ام في يو دبل دوت، يعني مصفوفة هاي في هاي، زائد كي في واي او كي في يو اللي مصفوفة هاي في هاي، تساوي مصفوفة الاف، مصفوفة الاف اوف تي، هي مكتوبة هاي يا، تمام. فهيك احنا حددنا الـ equation of motion. طيب هسا بدنا نفوت بالاشي الثاني، وهذا الاشي الثاني
هو راح يمر معنا اللي كنت احكي عنه، كنت احكي عنه راح يمر معنا بالبي ام و و و واللي هو في حالة الفري فايبريشن. اول شيء انه فري فايبريشن لف اوف تي بتساوي زيرو، فبالتالي كيف الامبليتيود راح يكون الاقتران عندي او اقتران ريسبونس هو اليو بتساوي اي في ساين اوميجا تي ناقص ال. فكان بشابتر 1 في عندنا قانونين بتذكر للريسبونس فري فايبريشن، فاحنا راح ناخذ بين راح ناخذ القانون اللي ما استعملناه بالمت، اللي ما استعملناه بمادة المت، اللي هو اليو بتساوي اي في ساين اوميجا تي ناقص الفا، حيث الاي هي الامبليتيود اوف موشن. طيب فلما اشتق الاقتران هذا مرتين بحيث اني اطبق الايكويشن اوف موشن تبعتي، راح ينتج معي بالصيغة التالية، بعدين راح ينتج معي انه كي ناقص اوميجا تربيع في ام في الامبليتيود بتساوي زيرو. فاحنا اما الاي بتساوي زيرو وهذا الشيء مستحيل، الامبليتيود اوف موشن ما بصير عندي زيرو، او بيكون الرقم اللي جوا هذا اللي هو الديتيرمينانت للمصفوفه هاي، مصفوفه كي ناقص اوميجا تربيع في مصفوفه ام بيساوي زيرو. هسه راح نتعلم كيف نحلها. هذا الاشي بقدر احسب منه الناتشرال فريكوانسي لكل طابق عندي، انه اعتبر انه الكي ناقص اوميجا تربيع في ام بتساوي زيرو. هذا الاشي كثير مهم، ومن خلاله بعدين بقدر احسب الاي لكل طابق. هاي ما هي راح تكون ايش؟ لو فرضنا على طابقين راح تكون A1 A2 او ثلاث طوابق A3 وهكذا. فهذا نركز انه كمان شغلة في عندنا الاوميجا تربيع، الاوميجا تربيع اسمها بالعادة ايجن فاليو، ايجن فاليو ايجن بروبلم الى اخره، بس هي هيك اسمها يعني الاوميجا تربيع لها اسم. طيب فاحنا هسه ان شاء الله هدفي من هذا الفيديو اول شيء تحدد الايكويشن اوف موشن، ثاني شغله كيف تحسب النورمال مودز والنورمالايزد مود شيب. هذول اذا تعلمنا نحسبهم هم الناتشرال فريكونسي، انا بقدر اقول لك كل سؤال ماده الفاينل انت قدرت تخلص منه، سواء بيم ولا ترس ولا فريم، انت اكسبت علامته بس من الايكويشن اوف موشن ومن هذا القانون اللي هو هذا القانون. هذا القانون هو مفتاح الحل لأي سؤال مالتي ديجري اوف فريدم او لأي سؤال فاينل بشكل عام. كي ناقص اوميجا تربيع في ام بتساوي زيرو. تمام، يلا ناخذ اول اكزامبل، ناخذ اول اكزامبل. هذا الاكزامبل مختلف يعني، وانا بقول لكم ما بيجي زيه بالامتحان عادة، بس خلينا نحله يعني، مش انه بيجي زيه بالامتحان يعني خلص ما ندرسه، لا بدنا نتعلم من خلاله كيف نحسب الاوميجا وكذا والى اخره، بس يعني فكرته البدائيه مش موجوده انه يعطيني وزن الكولوم وكذا والى اخره. طيب هذا المبنى، هذا الاكزامبل، طبعا لاحظوا ان الكويشن اوف موشن اللي احنا اشتقيناهم كانوا لثلاث ديجري اوف فريدم، هاي لسكند ديجري اوف فريدم. لاحظوا انه بقدر هاي اعممها على هذيك، كيف؟ اي شيء في كي 3 اشيله، يعني انا فعليا هذا كامل بشيله، فكيف تصفي زي هيك؟ وهي بتصفي صفر وهذا كمان بتصفي صفر، فكيف صفت عندي اثنين باثنين المصفوفة هيها، والكي 3 هاي بشيلها. تمام، فبتصفي عندي هاي الستيفنس ماتريكس، بس انا ما بحب اشتغل زي هيك، انا بحب دائما اشتق الايكويشن اوف موشن وابلش من خلالها، وابلش من خلالها. طيب the structure to be analyzed in two story steel rigid frame. rigid حكينا assumed انه rigid. the weights of the floor and walls are indicated in the figure. هاي هم مش كلهم يعتبرهم walls. assumed include the structure weight as a well. the building consists of a series of frames spaced 15 feet apart. يعني هذا المبنى فايت لجوا زي هيك، وفي هون لجوا زي هيك، وعلى جوا نفس الوقت ايش في فريم ثاني بنفس الطريقة زي هيك. تمام، وهاي المسافة 15، هاي المسافة 15، وهكذا يعني. هاي الفلور تبعتي، هاي الماس تبعتي ال W، فأنا هاي بدي أحولها ل concentrated mass. طيب شو حكالي؟ بدنا نحل. طبعا احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نوجد الايكويشن اوف موشن، هاي هم هاي الايكويشن اوف موشن، وبدنا نوجد مين؟ الماس والهي هاي السوالف اللي هي الاوميجا، الاوميجا والهاي. طيب يلا خلينا نبلش من البدايه. اول شغله
أول شغلة بنعمل equation of motion، بنمسك الماس هاي، نمسك الماس هاي، شو راح نحكي؟ راح نحكي في عندي كولومين تحت بيعملوا لي زي هيك، وعندي كولومين زي هيك، عندي ام 1 في و في يو دبل دوت، وعندي كي 1 في كي 1 في يو 1 كي 1 في يو 1، هون عندي كي 2 في يو 2 ناقص يو 1. ليش؟ لأنه العمود الثاني مشترك بالماس الأولى والثانية، كل واحدة لها ريسبونس. وهون K2 في U2 ناقص U1. طيب عنا زي هيك، هسا ال K بديش أحسبها، خلص هاي ال K، ال K لكل واحد. طبعا هو هيو ال K 12 في E I، لأنه أصلا أنا معيش سكشن W، ال W 10 ب 45 و 10 ب 21 مش عندي، يعني تفتح مانيوال ستيل السبب نضيع وقت. ف هيو ال K1 12 في اي اي، وضرب الاي ب 2، يعني هو شو اعتبر؟ اعتبر انه يعني مش قال 2 K1 في يو، اعتبر انه K يعني اخذ الايكويفالنت للكي، هون اخذ الايكويفالنت للكي. فانا زي ما قلت لكم اياه، بعتبر انه الايكويشن اوف موشن هي عباره عن ام في يو دبل دوت زائد، بدل ما احكي 2 كي في يو 1، بدل ما احكي زي هيك، حيث الكي بتكون 12 اي اي على التقريب، خلص انا هيك شو بعمل؟ زي كان اعتبرت فورس فورس. اما يا بعمل زي هيك يا باخذ الايكويفالنت، كيف يعني؟ خليها كي 1 في واي وكانها فورس وحده، ولكن هون بضرب باثنين، يعني زي سلالة اولاد صغار. فهي نفس السؤال، فهيك انا بحل، احب صراحه الطريقه الاولى، لانه مش دائما كل الماسات نفس الاشي، فانا بحب احل على الطريقه الاولى. طيب فك كي عرفنا كيف نطلع كي، سواء لهذول ولا لهذول، بفرق معك الطول وبفرق معك الاي، لانه مش نفس السكشن. طيب هسه بدنا نيجي للماس لكل فلور، اللي هي بدنا ام 1 وبدنا ام 2، كيف بدنا نحسبها؟ هذا السؤال معطيني الوزن موزع على المساحة، ومعطيني بنفس الوقت في عندي وزن للكولوم برضه موزع على المساحة. فشو احنا بنعمل بالعادة؟ عادة الماس شو بيكون وزنها؟ الماس بيكون عبارة عن الوزن الموزع، يعني لو اعتبرنا دبليو ام 1 بيكون دبليو 1 زائد الكولوم او نص وزن الكولوم ونص وزن الكولوم اللي تحته، النص كولوم من فوق زائد نص كولوم من تحت، هيك بتكون. طيب خلينا نشوف كيف نطلع الوزن 100، هذا بنخليه كونسنتريتد، فبدنا نضربه في 30 وبدنا نضربه في 15 لجوا، زائد الكولوم عندي 20، تمام 20 بضربه بإيش؟ وزن، لما نحكي 20 طبعا 20 شوي 20 ضرب 30، هسا كيف باخذ نصه؟ بحكي نص الطول هذا ونص الطول هذا، نص العشرة 5 ونص الـ15 هي 7.5، فهيك أنا حسبت بالطابق الأول. هاي الام 1 هيها، هاي الام 1 او دبليو 1، ليه ام 1؟ ام 1 مش دبليو 1، ام 1 هيها، هي دبليو 1 اسف، هي دبليو 1 وبعدين ام 1 بتكون هي عباره عن دبليو 1 على جي، يعني نفس الفكره. طيب فشو دبليو 1 كانت؟ هيها كانت 130 في 15 زائد 20 في 12.5 اللي هي 5 زائد 7.5 في 2. دبليو 2 يلا نروح على دبليو 2، W2 هاي W2 فيها بس كولومين من هون، فراح تكون عبارة عن 50 ضرب 30 ضرب 15 زائد نص الكولوم اللي هو 5 ضرب 20 ضرب 30، هاي 30 وهاي 20 وزن الكولوم من فوق، ونص العشرة هي 5 هاي ها.
خمس 20، 15 في 2 اللي هي 30، وهاي 5. مش عارف ايش اعمل 15 في 2، هاي 30. طيب وبس، فهسه شو احنا بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ الخلاصة، بدنا ناخذ M1 و M2 و K equivalent 1 و K equivalent 2 ونعبيهم ايش؟ الـ equation of motion هيهم. فكيف راح تصير عندي المصفوفة؟ كيف راح تصير؟ انا هسه اللي بدنا اياه المصفوفات، بدنا ناخذ مصفوفة M واللي هي حكينا راح تكون دائما دائما هي أمات والباقي صفار. فاحنا كونها 2 باثنين حتكون عندي هون M1 واللي هي طلعت معي طلعت معي M1 136، طلعت معي M2 66. هاي هيهم M1 136 و M2 166، هاي مصفوفة M. ناخذ مصفوفة ال K، مصفوفة ال K بنعملها من ال equation of motion. طبعا حلو بالموضوع، عندك طابقين، فعندك المصفوفة 2 ب 2، 3 طوابق ماس 3 ب 3، 4 طوابق ماس 4 ب 4، فكل ما زاد عدد الطوابق او زاد الديجري اوف فريدم كان السؤال اطول واصعب. طيب ال K، ال K احنا مصفوفة ال K عندنا K1 في U1 زائد يعني ال U1 و U2، U1 لحالها مربوط فيها K2 و K1، يعني راح تكون هون K1 زائد K2، K1 زائد K2 قديش؟ اللي هي K1 قديش طلعها؟ 30700، و K2 44300، 44030 راح تكون 74000 و 1000 75000، راح تكون هون معي 75000. طيب هون شو راح تكون بالمعادلة الأولى؟ بالمعادلة الأولى ما عندي غير سالب U2 مضروبة في K2، يعني هون عندي أنا سالب K2، سالب K2 اللي هي عبارة عن سالب 44300. طيب هون تحت شو في موجب K2؟ لا، U1 سالب، سالب K2، سالب K2 اللي سالب 4 4 3 0 0، وعندي موجب K2 واللي هي 4 4 3 0 0. يلا هسه احنا نطبق مبدأ اللي بيحكي لي محددة الديتيرمينات مصفوفة كي ناقص أوميجا تربيع في أم بيساوي صفر. يعني شو بعمل؟ كيف يعني كي ناقص أوميجا تربيع في أم؟ يعني بكل بساطة، يعني بكل بساطة كي 75000. هسا بدنا نعمل مصفوفة لكل واحد فيهم، بدي أحاول أكتبها كتابة ممكن أسهل شوي. راح أحكي هون 75000 ناقص أوميجا تربيع في أم، كم الأم؟ 136، ناقص 136 أوميجا تربيع. هسا عشان ما نغلبش حالنا خلينا نسمي أوميجا تربيع هي لامدا، بتختصرها ال، تمام؟ عشان ما اقدرش اكتب لامدا على الكيبورد. هسا الحد الثاني بده يكون نفس الشيء، كي اللي هي سالب 44300، وما عندي ام، فبتكون هاي مباشرة هي نفسها كي. هسا هون بدها تكون عندي برضه ما عندي ام، هيها كي أوميجا تربيع في أم، هون الأم صفر ما عندي أوميجا تربيع، فبدها تكون عندي سالب 4 4 3 0 0، وهون بدي أحط عندي مين؟ كي اللي هي 4 4 3 0 0 ناقص أوميجا تربيع في أم، الأم 66 والأوميجا تربيع هي لندا. بس فشو بعمل هسه؟ بسكر، باخذ المحددة لهاي المصفوفة وبساويها بالصفر. طيب المحددة، شو المحددة؟ دائما محددة الاثنين باثنين، الرقمين هذول ناقص الرقمين هذول، يعني حاصل ضرب هذول ناقص هذول. طب لو كانت ثلاث في ثلاث، لو كانت المصفوفة ثلاث في ثلاث، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، شو بسوي؟ شو بسوي؟ بسوي كالتالي، بساوي كالتالي، بحكي بغطي أول صف أول عمود مع أول صف.
شو بسوي؟ باخذ الرقم المشترك بينهم اللي هو واحد، بضربه فيه، هذا ناقصه، يعني بضربه بالمحددة الاثنين باثنين اللي ظلت، اللي هي نفس اللي فوق، اللي هي 5 ضرب 9 ناقص 6 ضرب 8. بعدين بحكي ناقص ناقص، دائما الإشارات موجب ناقص موجب، ولو عندي 4 بحط سالب موجب وهكذا. هسه باخذ الصف الأول على العمود الثاني، شو المشترك؟ 2، بقول ناقص 2 مضروب في المصفوف اللي ظلت اللي هي 4 في 9 ناقص 6 في 7. بعدين بحكي زائد الرقم اللي ظل 3 مضروب في المصفوفة اللي ظلت اللي هي 4 في 8 ناقص 5 في 7. كله بسوي بالصفر، بكون عندي المجهول بس لمدة، أو يعني اللي هي أوميجا تربيع، ومن خلالها بقدر أحل. بس هسه بطبق نفس المبدأ، بطبق نفس المبدأ هون، بحكي الرقمين هذول في بعض، شو بكون حاصل أضربهم؟ الأول في الأول، الأول في الثاني، الأول في الأول، الأول في الثاني، الأول الثاني في الأول، الثاني في الثاني، تمام؟ بعدين وهذا تربيع، اللي هو ناقص هذا تربيع، بيطلع معي، بعرف شو هون مكتوب المعادلة، هيها مكتوبة بعدين الضرب، وصلت معي هاي المعادلة. هسه زي ما حكيت، أنا بسمي أوميجا تربيع هي لمدة، وهاي لمدة، فهي بتكون لمدة تربيع، وهاي لمدة. حل المعادلة هاي على آلة حاسبة، بطلع لمدة 1 لمدة 2، مع ملاحظة، مع ملاحظة إنه لمدة 1 دائما هي الرقم الأصغر، يعني الآلة حاسبة مرات بتطلع الأكبر قبل الأصغر، بطلع الرقم دائما لمدة 1 هي الرقم الأول الأصغر، مش الأول، الأصغر، وبسموه بالعادة، بسموه بالعادة الفاندومنتال ناتشرال فريكونسي، فاندومنتال ناتشرال فريكونسي. فهيك انا بقدر اطلع ناتشرال فريكونسي للسيستم كامل، يعني لو عندي 10 طوابق على مبدأ المحددة ديترمينت، بقدر احسب، بقدر احل، بقدر احل. فهيك هذا اول جزء من الفيديو، كيف نحسب ناتشرال فريكونسي. ان شاء الله الفيديو الجاي راح نحكي عن نورمال شيب وعن الفورست فايبريشن، ونخلص موضوع الشير بيلدينج. يعطيكم العافية.